عليكم حبيباتي، عدنا والعود أحمد. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم كيك بالشوكولا بنكهة الليمون اللي تيجي على هذا الشكل. تابعوا معايا الفيديو الأخير باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. ناخذ جوج بيضات، نضربهم شوية، غادي نضيف عليهم كاس ديال سنيدة لبار ديال العنبة، راه متوفر في أي بيت. غادي نزيد نحرك الخليط ديالي، تنجان السنيدة مع البيض. غادي نضيف كاس ديال الزيت نص لبار، ونخلط الكل. غادي نضيف فاني وغنزيد عليه. قبل ما نزيد فاني البنات، غادي نضيف كاس ديال الحليب، عرفتوا الطريقه اللي عندنا تنديرو مؤخرا في التسجيل باش نكونو مسجلو تنكونو محيدين الصوت. غادي نضيف دابا الفاني وغنزيد عليه قشور ديال الليمون، ناخذ ليمونة ونحكها رقيقة أو حامضة. أنا درت في هاد الكيك كما واضح لكم إن شاء الله العنوان الليمون، ونخلط الخليط مزيان. غادي نضيف جوج ديال الخمارات وغادي نغربو منهم. هاد الخمارات من فئة 8 غرام، تنغربوهم ما تبقاوش هاد الكويرات. غادي نضيف جوج معالق ديال بودرة الكاكاو أو جوج ساشيات ديال الكاكاو اللي متوفر عندكم. وغادي نخلط الخليط ديالنا مزيان. المرحله الاخيره تتبغي تخلط شويه يكون مزيان باش العناصر كلها تجلس مع بعضها. في هذا الاثناء غادي نضيف الدقيق شويه بشويه، وغربلتو. نتوما عارفين هاد القضية تاع الدقيق شوية بشوية، على حسب تبقى تخلط الدقيق على حسب الخليط وعلى حسب نوعية الدقيق. الدقيق راه تختلف من نوعية لنوعية. في الاخير عتعرفوا الكثافه اللي تيكون بها اذا
كيفاش تيجي. مازال زدت شوية دقيق، تنحرك بالطرابية يدوي وتنهز الخليط باش يبان لكم كيفاش الشكل ديالو. تنحصل على الكثافة اللي بغيت انا، ما خفيف ما ثقيل. تنبقى نحرك جيدا حتى نوصل القياس اللي بغيت انا. تقريبا هز لي 3 الكيسان لارو تقريبا. ها هي كيف قلت لكم في الاول، راه تيختلف من نوعيه لنوعيه ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي تيشرب وكاين الدقيق اللي ما تيشربش. هنا خديت المول، وانتم تختاروا اي مول بغيتوه، دهنوه بالزبده او بالزيت اللي متوفر عندكم، وغادي تخويو فيه الخليط ديالكم. غير في الاثناء اللي تبغوا تخويو غادي تهزوا هذاك المول اللي فيه الخليط وغادي ترفعوه للاعلى هكذا باش تهوى الكيكه من الداخل، وغادي تسخنوا الفران على درجه الحراره المتوسطه يطيب من الاسفل يتحمر من الاعلى. خليكم معايا ان شاء الله باش نزينو. هاد الاثناء جبدته من الفران، واش كيفاش تيجي، ها هو طيب. غادي ناخذ كسرونه، غادي ناخذ فيها حك ديال دانون ديال الشوكولاط، ونضيف ليه قطع صغيره من الشوكولاط الاسود، غادي نحركهم مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم على درجه حراره متوسطه. وانتم تيبقى لكم الاختيار واش ديروا علبه ديال الدانون او جوج. انا راني درت جوج ودرت قطع ديال الشوكولاط الاسود كما واضح لكم في الفيديو. نخليهم يتلقاو يتجانسوا مع بعضياتهم. ناخذ هاد الشوكولاته ديال الكرواسانيت، نتوما لكم الاختيار ديروا اي نوعيه. بعد ما تجانس واحد السر خاصكم تبقاو ديروه وتخليو الكيكه تبرد، الا كنتو غادي ديروا الخليط ديال دانون والشوكولاط، غتاخذوا واحد كوردون وغادي ديروا واحد الثقب في الكيك وتحطوا الخليط ديال الشوكولاط تتوزعوا على الكيكه كامله. انا حيت حتى درت شويه
الشوكولاط عاد باش تفكرت بانني انا راني ما درتش هذوك الثقاب، علاش انا ذكرتها لكم في الاول؟ ديروا شنو الخطا ديالي هكذا، ملي تديروا ذوك الثقاب هذيك الشوكولاط هذيك لاصوص تدخل القلب ديال الكيك تيجي ارطب وتيجي واحد المذاق مع داك الليمون تيجي هائل. انا شديت من بعد ما درت الخليط ديال الشوكولاط خديت اللوز وهرمشته، حيت مشى ليا الفيديو ديال اللوز بانني حضرته قدامكم وتنهرمش فيه. غادي نزين به من فوق الكيك، كيف ما هو واضح لكم، وما تنسونيش من تعليق زوينه ومن لايك والدعم.